والله يا جماعة بصوا، بفضل الله وبتوفيقه يعني اللي أنا بقوله بيحصل بعد شهور، ولكن إحنا في مصر هنا اعتادت الناس إنها يعني تسرق جهد المجتهدين دون أن يكون لذلك حتى حمرة في الوجه من الخجل عادي. يعني قلت لكم لو تفتكروا كهربا دفع الفلوس، دفع الفلوس، موضوع ان قرش يتخفض في غرامة كهرباء المستحقة للزمالك ده مستحيل. ولكن طوال فترة وأجل دفع الفلوس، قلت لكم دي المشكلة التي ستواجه نادي الزمالك المرحلة القادمة. وناس هاجمتني كتير، وقلت اني وصلني ان مجلس إدارة نادي الزمالك بيدرس عرض مهم جدا 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 ان يحصل على اصل الغرامة ويقسط الفوائد. اقول تاني، قلت لكم من شهور ان الزمالك هيتعب في موضوع مد اجل سداد العقوبة ولكن لا تخفيض للعقوبة. ففي عرض سري وانفردت معاكم بيه من شهرين اول ما جه المجلس جديد بعد ما جه كم اسبوع كده او كم يوم، قلت لكم العرض ده ان يدفع كهرباء اصل العقوبة واخد بال حضرتك اصل العقوبة ويتم تقسيط الفوائد. وده عرض جاد من محامي كهرباء، تمام؟ العقوبة كلها على كهرباء، فيش حاجة اسمها نادي ولا مليون ومليون، كل العقوبة على كهرباء. وخلاص ده واضح وعرفناه واتكلمنا فيه ومحامي كهرباء أعلن. مجلس الإدارة خايف من ردة فعل الجماهير في الموضوع ده، وفي نفس الوقت بيدرس الموضوع، وهو بيدرس بيشوف هيقول للجمهور إيه. بصراحة المحامي الإيطالي عنده بق في الخطوات ومش قادر يواجه محامين كهرباء. يعني محامين كهرباء كان يطولوا فترة الأجل بيعملوا خطوات استباقية فيفاجأ بيها محامي الزمالك فأقول الوقت هو رد فعل. طول الوقت هو رد فعل مش قادر ياخد في اكشن او فعل. المفاجأة اللي حصلت في هذه الورقة قدامكم اهي، المحامي الايطالي بلغ الزمالك ان الشكوى المقدمة للزمالك بتتهم كهرباء بعدم سداد الفلوس وبطالب بعقوبته على المماطلة ستكون في جلسة الاستماع الخاصة ضمن بعض القضايا في 25/12 الجاري. يعني من المفترض غدا الاثنين، لان احنا خلاص بقينا الحد. الجواب اللي انا عرضته لكم ده كان مفاجأة مزلزلة تبين من خلاله، ده مش خطاب مرسل للزمالك، لا، تداه على الموقع بتاع المحكمة الرياضية، تبين ان مفيش حاجة خاصة بشكوى الزمالك او جلسات استماع في موضوع كهرباء وعقوبته المستحقة لصالح الزمالك لغاية 21 مارس 2024. مفيش خالص. يعني لا في جلسة استماع في ديسمبر ولا في يناير ولا في فبراير ولا مارس حتى 21، يعني لغاية عيد الأم. لغاية عيد الأم مفيش حد هيتكلم يقول لي كهربا ازيك ولا السلام عليكم. هل بمناسبة عيد الأم؟ يمكن. قال لك السبب ايه لما جيت بسأل؟ قال لك لأن كهربا تقدم باستئناف، دي الخطوة الاستباقية بقى. فالاستئناف لابد ان ينتظر البت فيه، وبناء عليه
لم تنظر المحكمة إلى شكوى الزمالك ولا انتظاها في جلسات الاستماع حتى ينتهي الاستئناف وينتهي مساره ويطلع بشأنه قرار. خطوات استباقية الغرض منها التأجيل والمماطلة في الدفع. خلاص احنا كده سلمنا الفلوس مدفوعة مدفوعة، ولكن اقعد أأجل ويلعب ببلاش، أأجل ويلعب ببلاش، أأجل ويلعب ببلاش. يبقى إذا لابد من خطوة عملية، لا إما تقبل العرض وتاخد أصل المبلغ وتقسط الفايدة، لا إما تشوف لك حل بقى وتغير المحامي ده. أنا أرى من العقل إنك أنت تقبل المبلغ وتقسط الفوايد، لأن الزمالك في عرض جنية ومش هتخلص من الليلة دي. طيب أنت عارف الخطوة المزلزلة دي، طبعا ادي باقي المستندات عشان بس تبقوا حضراتكم معايا، اهو ادي باقي المستندات، ما فيش خالص، ادي اهي باقي المستندات اهي كما جاءتني من احد الاصدقاء المهتمين واللي ترجمونا الليلة اللي انا بقول لكم عليها وفهمها لي. الزمالك طبعا شكله وحش وفي ورطة، ومجلس الكابتن حسين لبيب من ضمن اجندته الانتخابيه وبرنامجه كان الموضوع ده، فهم في احراج. فدلوقتي هم معتكفين، وتواصلوا مع المحامي الايطالي سلفاتوري تيشيفالي. سلفاتوري ده بصراحه انا شايفه انه سلفاتوري خالص يعني بصراحه يعني. وده المكلف من قبل النادي بمتابعه القضيه. اتكلموا معاه وقالوا له اتحرك وشوف لك حل، وعايزين نعرف ايه اسباب عدم ادراج القضية في محاضر الجلسات حتى 21 مارس. انا بقول لك الاستئناف ومحاميك ما عملش حاجة رغم انه عرف ان في استئناف بتقدم. فيبقى سلفاتوري 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 سلفاتوري. طيب الاستاذ المحترم عمرو ادم عضو مجلس ادارة النادي الزمالك قال لك الموضوع فجأنا، ولكن احنا مستمرين ولن نتخلى عن موقفنا وستسدد الغرامة. ما هي يا عمرو بيها هتتسدد، هتتسدد هتتسدد، ولكن انت قدام حاجة، الخوف لا قدر الله، كهربا يبطل كورة، كهربا يعتزل، كهربا لا قدر الله يحصل حاجة، اي حاجة قدرية هتعمل ايه؟ فانت كل لازم تاخد اجراء استعجال. يعني انت برضي بتتكلم كلام مقطع، احنا عايزين لغة حوار فيها معلومات. ازاي؟ انا بقول لكم ان كده العرض بيقترب من التنفيذ، دفع اصل الغرامة وتقسيط الفايدة على كان نخلص من ام الملف ده كله، والزمالك يحصل على فلوسه ويتشال الملف ده من الوجود. فإذا كهربا قلب الترابيزة على مجلس الكابتن حسين لبيب بالمعلومات اللي وصلتنا دي، وما قيل وما قالوه إن في 25 مش عارف إيه وجلسة استماع لا أساس له من الصحة. وكده من هنا يعني أنت بتتكلم في 3 أشهر ونص مفيش حد في المحكمة الدولية هيتعرض لكهرباء نهائيا إلى أن يصدر الحكم أو القرار في الاستئناف المقدم. وشكلها في 3 هتيجي تبص تلاقي في إجراء تاني عملوه، هم كل الوقت بياخدوا حاجات استباقية وشطار، يوديك ل8 ل5 ويقعد يوديك يوديك شهرين في شهرين في شهرين في شهرين، موسم يخلص وموسم يخلص وموسم يخلص، وتلاقي نفسك مش عارف تعمل اي حاجة. موضوع بصراحة الزمالك ليه حق، لكن في محامين شطار مع كهرباء موقفين كل حاجة. واشرف عبد العزيز ليه تصريحات قبل كده، المحامي الشهير اللي هو بيتكلم باسم كهرباء في الملف، لان طبعا العباسي ومحامين من تونس ومن اوروبا هم اللي ماسكين الموضوع، ولكن اشرف العزيز المحامي الشهير والمتحدث هنا في مصر قال لك نلتقي في سبتمبر، يبدو انه كلامه صح.
وهنا برضه لازم احيي عمر العميره، لان انا راجل حقاني، لان هو اول ما تنبأ بالليله السوداء اللي احنا فيها دي. انت رايك يا عبد الناصر؟ انا كهربا صديقي وبحبه، نفسي الملف ينتهي والزمالك لحق، نفسي الزمالك ياخد حقه، لان بصراحه الملف ده بقي مزعج وبقي خنقه وبقي ممل وبقي مقرف ولازم ينتهي. انا بتكلم بما يرضي الله يعني. طيب اخدك لمفاجاه الاهلي ولا خلينا في مفاجاه تاني في الزمالك؟ عادي زي ما انت عايز، زي ما انت عايز، قولوا لي على اللي انتوا عايزينه، اللي انتوا عايزينه قولوا لي عليها. خلينا في المفاجاه التانيه بتاعت الزمالك. بالمناسبه بس قبل ما نسيب موضوع كهربا، بقف عنده صور مهمة أنا معاكم. مركز يا طارق يا نجدي؟ أنا عايزك بس تركز على ملامح الاتنين، كهربا وهو بيشرح وخالد مرتجي وهو بيستمع. كهربا وهو بيشرح وخالد مرتجي وهو بيستمع. عارف كهربا بيقول لخالد مرتجي إيه؟ كل اللي أنا قلته لك. وعارف خالد مرتجي قال له ايه؟ قال له كده تمام والموضوع لسه قدامه سنه. حد يقول لي طب ومال خالد مرتجي؟ الاهلي مش طرف. اللي يقول لك الاهلي مش طرف بيضحك عليك. الاهلي طرف اصيل، لانه اللاعب دلوقتي ملك الاهلي ومن حق الاهلي يخاف على اللاعب بتاعه. وانا هتكسف منك؟ اللي يقول لك الاهلي مش طرف ده بيضحك عليك. زمان انا قلت لك الاهلي مش طرف في الغرامه، لكن الاهلي طرف في سداد الغرامه. ما تقلقش يا كهربا لسه بدري. طب حد يسأل يقول لي ياه ده انا جايب بالي الكلام اللي انت قلته لما انت قلت الموضوع بتاع تأجيل الزيارة بسبب مرض العمري بفاروق ربنا يشفيه ويعافيه، انت قلت ده سبب من الأسباب، ولكن الأهم ان في ملفات عالقة لابد ان تنتهي، أهمها هذا الملف. ازاي مجلسين هيقعدوا وملف زي كده موجود؟ هل انت تركب دماغك؟ لابد من حلول جذريه لكل الملفات اللي عامله احتقان بين الجماهير، لان الجماهير ما لهاش في القانون. جمهور زملكاوي بيقول لك انا عايز العقوبه ومش هتنازل، وجمهور اهلاوي يقول لك ما تديهمش عشان ما يجيبوش الصفقات. مش الناس بتقول كده؟ ولا ده فاهم قانون ولا ده فاهم قانون. وحتى لما عامر العميره قال الموضوع مادد وهيلعب بملاك سنتين ولا سنه، الناس اللي فاهمه انا اول واحد قلت انا صدق عامر العميره والله ينور، لكن جمهور الزمالك شتمه وجمهور الاهلي حياه. جمهور الزمالك شتمه وهو ما يعرفش، وجمهور الاهلي حياه وهو ما يعرفش. ليه؟ عشان الكيد اللي بين الاثنين في الملف ده. فالصوره واضحه جدا، شرح تفصيلي من كهربا لامين الصندوق بما له من علاقات دوليه زي ما بيقول لك وزير خارجيه الاهلي. إلى أين وصل؟ كان الكلام عن الملف اللي أنا بحكيه لك، لأن طبعا الموضوع كان صادم جداً.